يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البيان الوارد في الآية ثم إن علينا بيانه هل يقصد به بيان أسرار القرآن؟ بيان أحكامه أوامره ونواهيه، وذلك من السنة المطهرة، لأنها بيان للقرآن وتفسير للقرآن. وأيضا القرآن بعضه يفسر بعضا، تنزل الآية ثم بعد ذلك ينزل آية أخرى تبينها وتوضحها، القرآن يفسر بعضه بعضا، وأيضا السنة تبين القرآن. نعم.